اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يلا ميكس. جالنا سؤال من احد متابعين البرنامج بيقول انا مضغوط جدا من زياده الاسعار والدنيا اللي عماله تغلى كل شويه ومش عارف هعمل ايه بكره. على مدار خدمتنا لقينا حاله من الضغط الرهيب بقت منتشره جدا بيعدي بيها معظم الناس الوقت ده بسبب ارتفاع اسعار كل حاجه حوالينا. المشكله ان المرتب هو هو والزياده مش بتخلص ومش شايفين لها نهايه. وبقى السؤال اللي بيدور في بال ناس كتير هو انا هدبر حالي ازاي وامتى ربنا هيفرجها. الاسئله دي واسئله تانية هتكون موضوع حلقتنا النهارده. مبسوطين جدا يكون معانا النهارده المهندس يوسف الفريد يوسف من خدام الشباب المباركين. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ميرنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اشجعكم تكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه لو عندكم اسئله او مشاركه في موضوع حلقتنا النهارده. كمان تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك قناه الحريه. حالة كده لقيناها يوسف منتشرة ما بين كتير من الناس، ضغط، ضيق، زي ما تقول كده خنقة من الأسعار اللي عمالة تنط، زيادة رهيبة عمالة تحصل في الأسعار، ومرتبي هو هو، مش عارف هدبر حالي ازاي لو أنا لسه مرتبطتش ومعنديش بيت، ومش عارف همشي بيتي ازاي لو أنا اتجوزت وعندي أولاد. فهنعمل ايه؟ موضوع صعب بصراحة، ويعني يمكن مش هنا بس اللي بنمر بيه، ولكن يمكن العالم كله بيمر بنفس الضائقة ديت. هي مش في حتة وحتة، لأ، فده مخلي الموضوع منتشر بشكل أكبر شوية فعلا. يعني كلنا في الحالة دي وكلنا في الموقف ده. ولكن يعني خليني كده أخد سريعا من السؤال اللي انت قلتيه. اللي شايفه أنه في تأثير نفسي أكتر شوية، يعني كأن الواحد مخنوق أكتر حبتين من يعني من الضغط النفسي ومن استمرار الضغط لفترة كبيرة. ويمكن دوت اللي كان يعني تعب وما زال بيتعب. ده حقيقي، لأنه الضغط النفسي ساعات بيبقى أسوأ من التعب الجسدي. مضغوط مش عارف أعمل إيه، مش شايف بكرة، ومش عارف أخرتها إيه حتى. عامة احنا كل ما بتيجي دي او كل ما بتيجي زنقة ربنا بيعودنا انه لازم يدلنا باب ويدلنا حل. امين. لازم معانا باب ومعانا حل. خلينا نشوف موقف كده من الكتاب المقدس كان مشابه للموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي. الموقف دوت احنا دلوقتي العالم عمال يمر في الزنقة دي، الموقف في الكتاب المقدس كان فعلا في الوقت دوت كان في ضغط جامد وكان في مجاعة. والوقت بتاع المجاعة ديت ما كانش بعيد قوي، كان بعد صعود رب المجد يسوع بشوية سنين، مش ببعيد. خليني أقرأ لك كده بالظبط، بيقول لك إيه. وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. حصلت مجاعة فعلا، بيقول لك في تقريبا في سنة 44 ميلاديا أيام كلوديوس قيصر، وفعلا في ناس كتير ماتت من اليهودية بسببها زي ما المؤرخ يوسابيوس كتب. ففعلا كانت الدنيا ضيقة جامد، كانت الدنيا مضغوطة جامد، ويعني تحس كده انه فاهمة اللي هو الفارما جامدة. رب المجد يسوع كان أصعد والتلاميذ لسه في بداية الخدمة، ويعني عارفة والحاجة كانت صعبة، ولكن لكل حاجة صعبة تواجهني وانا مع الله ليها حل. لكل ضيقه تواجهني وانا مع الله ليها حل. خلينا نشوف. اوكي. حصل في الوقت دوت ايه؟ انه الناس اللي كانوا موجودين في الوقت دوت بيقول لك كده، اذ لم يكن فيهم احد محتاج، ما حدش فيهم كان محتاج، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها وياتون باثمان المبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. في الوقت دوت لما الدنيا حصل فيها المجاعة الجامدة ديت، كان كل حد كان قبل ربنا وعرفه وابتدى يعيش معاه، ابتدى ان هو لو عنده بيت كبير زيادة، لو عنده حقل كبير، ابتدى ان هو يبيعه ويجيب ثمنه ويحطه تحت أرجل التلاميذ. والتلاميذ بحكمة ومن فوق ابتدى انهم يوزعوا على الناس، فابتدت ان الناس ما يبقاش فيه يعني عارفة اللي هو ايه، مفيش حد محتاج قوي وحد معاه كتير، بس في توازن. في توازن عامة. لو رجعنا بقى قبل كده بشوية نلاقي فين الحل. هقولك فين الحل دلوقتي. اللي الحل يعني مش الحل انهم كانوا بيبيعوا الحاجات وبيجيبوها تحت ارجل التلاميذ. طالما عندي مشكلة نفسية والنفسية تعبت من الضغط ومن لازم يجي حل روحي الاول.
والحل الروحي منه من نتيجته من ثمره يجي الحل العملي. عشان كده احنا يمكن قرينا الحل العملي اللي احنا كلنا عارفينه وقريناه وحافظينه، ولكن الحل الروحي وهو ده الباب وهو ده المفتاح وهو دوت اللي احنا هنتبارك بيه النهاردة، الباب لحل المشكلة والضيقة اللي كانوا فيها ساعتها في المجاعة الرهيبة ديت. خلينا نقراه ايه جه ازاي وبطرس الرسول قاله ازاي. بطرس الرسول راح وهو في المجمع بيكلم الشيوخ وبيكلم رؤساء اليهود، راح قال لهم كده، اتملى بالروح القدس وقال لهم كده، قال لهم فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا لتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. وهو دوت بيت القصيد، عايز كده ركز معايا، هو دوت بيت القصيد، هو ده الباب اللي بيتفتح، هو دوت البداية، هو دي البداية. لو ما كانش في البداية دي ما كانش بقى في النتيجة، إن ما كانش حد عنده عوز، ما كانش حد عنده احتياج لم يسدد. بداية الباب بطرس الرسول فتحها، زي ما احنا عارفين رب المجد يسوع قال لك بطرس الرسول انت اللي هتفتح، وفتح بدايتها. توبوا وارجعوا ايه لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. لو انت حاسس ان الدنيا مضيقة معاك، لو حاسس ان السوق بايظ، توب وارجع عشان تأتي أوقات الفرج. لو الدنيا غليت توب وارجع، لو المرتب مش مكمل معاك ومش بيقضي توب وارجعوا لكي تأتي أوقات الفرج. لينا باب جديد النهاردة، لينا باب جديد بطرس الرسول فتحه لينا. يعني انت عايز تقول يا يوسف ان انا لما هتوب الدنيا مش هتبقى مزنقة معايا وانا مش هبقى مضغوط بسبب الفلوس؟ دي هتبقى النتيجة بتاعة الخطوة الروحية العظيمة دي. خليني احكي لك اختبار كده الخادمه كانت بتشاركنا بيه. اوكي هقول لك منه ايه اللي بتقول كده. في وقت كانت الدنيا مزنقه جامد قوي ومصروف البيت تقريبا خلص واحنا لسه ما جبناش اخر الشهر، اخر الشهر لسه بدري قوي عليه، وكانت الدنيا ضغطه جامد جامد يعني، والضغوط بتكتر والاحتياجات بتكتر. وابتديت اصلي كده فبدا ربنا يكلمني على ان انا اصدق ان الله يعولني والله يسندني والله يبعت ان انا ايه يسدد كل احتياجاتي. بعد كده عمال اقول ايه يا رب اللي جاب يعني ان اصدق بكده، طب ما انت رب يعني معانا وما سبتناش، فايه يعني الدنيا مزنقه جامد جامد. فضلت تفكر تفكر لغايه بتقول كده لما خلينا اقرا. وبعدين فضلت افكر مع نفسي في كلام الله ولقيت اني متكله على الفلوس اللي كانت معايا هي اللي تجيب لي الاحتياجات، مش متكله على الله هو اللي يسدد احتياجاتي. فبتقول اول لما اكتشفت الحته ديت وانا عمال افكر في كلام الله دي كده مصيبة، دي كده كارثة. تقول جريت على الكتاب المقدس وقلت له يا رب أنا بتوب قدامك، إزاي أعمل كده؟ إزاي أتكل على فلوس وما أتكلش عليك أنت؟ إزاي أتكل على مادة وما أتكلش عليك أنت؟ أنت اللي شلتني طول عمري اللي فات وأنت اللي بتشيل عمري اللي جاي كله، إزاي كده؟ تقول بس أنا خلاص طبت وقدمت توبة وابتديت أتحرك، أكتب بقى طلبات البيت وبتاع. طب أنت جالك فلوس؟ لا ما جاليش فلوس. طب أنت في حاجة اتحلت؟ لا لسه ما فيش حاجة اتحلت، بس أنا خلاص أنا طبت، انا مش هتكل على الفلوس تاني، هتكل عليك انت. بتقول فعلا كده. بعد كده شويه في نفس اليوم او حاجه بتقول كده ان كان لازم تجيب دواء للولاد وما كانش فيه فلوس خالص. قلت له يا رب انا عارفه ان انت اللي تعتني وانت اللي تعولني، بس يعني شوفي برضو ما ايه مش من اول مره، ولكن في حاجه تانية. طب انا محتاجه ادويه. بتقول بعدين الادويه وللولاد دي بتبقى منطقه يعني عصر يعني مش احتياجات البيت هقضي نفسي وخلاص وهمشي حالي باللي موجود، لا ده الولاد تعبانين ومحتاجين دواء. تمام. ايه اللي حصل؟ ما وقعتش، وقفت. قالت له انا متكله عليك انت، انا مش هرجع تاني، انا مكمله، انت اللي تعولني وانت اللي تاخد بالك مني. بتقول كده بالظبط. بتقول وانا بنظف في البيت فتحت درج التسريحه ولقيت فيها ظرف والظرف فيه فلوس، ما اعرفش الفلوس منين وما اعرفش الظرف ده جه هنا امتى وما اعرفش ايه حكايته، بس عارفه مين اللي بعته، بس عارفه مين اللي بعته. لينا النهارده باب، لينا النهارده باب جديد اتكشف لينا، لينا باب جديد. يمكن حاله اختنا ديت مش يمكن مش زينا، يمكن يتم معانا الموضوع بشكل مختلف، ولكن الله يسدد احتياجاتي، الله ياخد باله بيني، الله يعتني بيا. لو حاسس ان الدنيا مزنقه معاك جه الوقت توبوا وارجعوا
فتأتي أوقات الفرج من إيه؟ من وجه الرب. هتيجي لينا النهاردة، خلاص لينا النهاردة باب جديد، لينا النهاردة نقلة جديدة، لينا النهاردة فتحة جديدة. افتح وصدق، افتح وصدق، افتح وصدق. أنا يعني النهاردة أنا بس عايزة أتأكد إنه أنا فهمك صح. يعني دلوقتي لو أنا حاسس بضيقة وحاسس إني مضغوط وحاسس إنه الدنيا مزنقة عليا، الباب اللي مفتوح ليا النهاردة إنه الزنقة دي أو الضيقة دي تخلص، إنه أكون بتوب عن خطيئة أنا عملتها وأكون برجع لربنا. أنا فاهمة صح؟ بتوب حياة التوبة وأرجع إلى الله. هتكلم معاكي اكتر، هوضح لك اكتر، ولكن خليني اشجعك واشجع نفسي بحياه التوبه لما اعيشها ايه اللي بيحصل. خليني اقرا لك ايه اتكررت في سفر اشعياء مرتين. اوكي، تخيلي ايه نفس الايه تقريبا اتكررت مرتين، مره في اصحاح 35 ومره في اصحاح 51. بتقول لك كده: ومفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون بايه؟ بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. لما في توبه وفي رجوع لله يبقى في فرح ابدي معايا، يبقى انا عندي فرح. اختنا ديت اللي لقيت الظرف دوت، ايه اللي بفرح يملاها؟ تبقى يعني انا اعتقد لو انا كنت مكانها كنت همشي اتنطط في البيت. انا ما اعرفش ده جه منين، ما اعرفش ايه حكايته، بس عارفه مين اللي بعته، انا متاكده مين اللي بعته، انا متكله عليه هو. انا رجعت، بدل ما كنت ماشيه غلط رجعت، بدل ما كنت متكله على الفلوس لا انا متكله عليك انت. في توبه، في رجوع، انا رجعت. خليني اوري لك برضه الرب يسوع بيقول ايه للانسان التايب، للانسان الراجع. بيقول لك ايه: واجعل عيني عليهم للخير. يعني تخيلي انا ليل نهار عيني عليك للخير، انا واخد بالي منك ان اجيب لك كل الخير. وارجعهم الى هذه الارض وابنيهم ولا اهدمهم واغرسهم ولا اقلعهم. الله، وايه تاني يا رب؟ واعطيهم قلبا ليعرفوني. يعني انت بس مش هترجع ومش هتوب وبس، لا وكمان هخليك تتعرف عليا. عارفه معناها ايه؟ لما اتعرف على الله ببقى شبه الله. عارفه لما تقعدي مع حد شويه تتطبعي منه، فلما تتعرفي على الله هتتطبعي منه. ده انا مش واخد فرح وابتهاج وقلب جديد وبس، ده انا هتطبع منك كمان. انا احتياجاتي الماديه اتسدت، انا حياتي الروحيه اترفعت، انا قلبي اتغير، انا بقى عندي حاجه جديده، انا ما عنديش الهموم اللي كانت عندي قبل كده، انا ما عنديش التعب والضغط والضيق اللي انا جاي منه. اذا كنت جاي من ضغط وتعب وضيق، لينا باب النهارده، توبوا وارجعوا. ايه اللي يحصل؟ فتاتي اوقات الفرج من وجه الرب. ايه ده؟ يعني ما فيش يروح ويجي، ما فيش، في تاكيد. توبوا وارجعوا فتأتي أوقات الفرج من قبل الرب. بيقول لك كده أول لما ترجع لي وتتوب إيه اللي هيحصل؟ قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. أنا مش هستناك، أنا مش هستناك إن أنت تبقى بعيد، أنا أول لما تيجي همحي خطاياك، همحي كل حاجة، هشيل. مش هتقول لك لا أنا هشيل، هسامحك في دي ودي، لا هسامحك على كل حاجة، هسامحك على كل حاجة. أنا عايزك، أنا شريك. الآيات مشجعة قوي يا يوسف الحقيقة، بس خليني أخدها وأنزل كده بقى للواقع. خلينا ننزل للواقع. طيب أوكي، أنا هتوب. ماشي. عايزة أسألك هتوب إزاي؟ ولو في خطية صعبة أنا مش عارف أبطلها، ما أنا أكيد حاولت بس معرفتش، فأعمل إيه؟ تمام، انت طبعا تسألي كذا سؤال في نفس الوقت علشان نحاول نفصصهم كده. دي اقل حاجه عندنا. احاول افصصهم. ماشي، اتوب وارجع، نفصصهم واخش بعد كده ازاي نستمر. اوكي، اتوب ازاي الاول؟ لا، هرجع ازاي الاول. اوكي، ارجع ازاي الاول؟ رجوع الله، اني ارجع عن الطريق الغلط اللي انا ماشي فيه. يعني كانت اختنا في الاختبار اللي كانت ذكرته معانا، انا ماشيه في حته، انا مش واخده بالي بس انا ماشيه في حته ان انا متكله على الفلوس ان هي تسدد لي احتياجاتي. ده اتجاه غلط خالص، لان الفلوس عمرها ما سندت ناس. الفلوس هي مره تشيلك وخمسين مره تجيبك على الارض. يعني كل الناس اللي في السوق وكل الناس اللي في الدنيا عرفوا المعنى ده، الفلوس مره تشيلك وخمسين مره تجيبك على الارض. فمش دي اللي تتكل عليه، تتكل على الله. ده الرجوع، انا رجعت كده، انا رجعت كده. يعني ايه ارجع؟ يعني انا معاك يا الله، انا ايدي في ايدك، انا معاك انت،
انا همشي في طريقك انت، انا اللي انت هتقوله انا همشي معاك فيه، انا هروح في السكه اللي انت هتقول عليه، انا همشي وراك انت. تمام كده؟ يعني الله يكون راسي، الله يكون سندي، الله يكون مخلصي، الله يكون ابويا. انا رجعت والله هو الهي، وبعلن كده لنفسي وبعلن كده لكل اللي حولي، بعلن كده امام الله وامام السماء، يا رب انت الهي، انا اعبدك انت وحدك، انا اسجد ليك وحدك. ده الركوع. اوكي تمام. الجزء الثاني من السؤال اللي هو التوبه. يعني ايه توبه؟ التوبه ببساطه يعني تغيير الفكر، يعني ميتانويا. يعني ايه؟ يعني انا بغير الفكره اللي خلتني اغلط. احنا بنتكلم ببساطه خالص علشان بس الدنيا تبقى يعني سهله، وما نقولش كلام كبير ويعني وتحس كانك تهنا من بعض. ان انت قلت لي نتكلم عملي. عملي يعني انا بغير الفكره اللي خلتني اغلط. يعني مثلا بكذب، بشتم، بحلف. طب انا بكذب، تمام؟ لو انا بكذب ايه اللي هيخليني اكذب؟ ان انا بعمل حاجه غلط فعايزه اداريها. تمام كده؟ طب ما انا اركز قبل ما اعمل حاجه الغلط عشان ما تتعملش، عشان ما اكذبش. شوفي اسلوب التفكير. اوكي، يعني انت عايز تقول انه ما اقعدش ابذل مجهود في انه انا اكبر نفسي انه مثلا ابطل الكذب، لكن اشوف ايه الحاجه اللي بتخليني الجا للكذب واغيرها، فابقى مشيت سكه مختلفه. تمام. يعني مثلا لو بحلف، انا طول الوقت عمال احلف يا عم ده كذا وبحلف بكذا وبحلف بكذا. الله، طب ما الحلفان ده غلط. طب انا بحلف ليه؟ طب ما تثبت كلامك بافعالك عشان تاكدها. يعني فاهم قصدي؟ يعني بدل ما افضل احلف، طب ما تعمل افعال تاكد الكلام دوت، فالناس بالطبيعه شويه بشويه هتصدقك، هيبتدي يتبني عندهم ثقه فيصدقوك. تمام. انا بكلمك يعني بكلمك بيزك، بكلمك يعني في المبادئ. طب ما انا عمال احلف، انت ليه بتحلف؟ عشان عايز اللي قدامك يصدقك. طب ايه رايك لو ضفت لنفسك حاجه جديده؟ ايه هي الحاجه الجديده؟ ان بدل ما انا عمال احلف، طب ما انا مثلا اقول لو الكوبايه دي مثلا لونها لبني، الكوبايه لونها لبني وهي لونها لبني. ايه ده؟ الله، ده قال له كلام مظبوط، ده فلان ده كده. ابتدى لقى الخطوه خطوه خطوه خطوه، لقى ان اللي قدامه دوت بقى صادق، فبقيت مش محتاج انك تحلف. تمام. يعني مثلا انا بشتم، طب انا بشتم ليه؟ عشان انا بغضب وبتضايق. طب ما فيش مشكله، بيقول لك كده لا تنتقموا من انفسكم ايها الاحباب بل اعطوا مكانا للغضب. يعني مش مشكله، ممكن تغضب. عارفه احكي لك حاجه كنت حكيتها قبل كده. كان في اب روحي ادى لحد من ولاده تدريب روحي صغير. قال له اول لما تتضايق وتغضب اول كده روح زعق وقول له ربنا يباركك، زعق بكل ما عندك. ده بدل ما يطلع اللي جواه في شتيمه، بدل ما يطلع اللي جواه في شتيمه، قول ربنا يباركك بكل قوه. طلعت الطاقه، طلعت الغضب اللي جواك، طلعت كله، ما غلطتش وباركت. ده اللي اقدر اقوله لك، ده اللي اقدر اني اقول لك. انت التوبه هي تغيير تفكير، هي تفكيرك بيتغير، هي انا عندي ذهني بيتغير. عايز اشاركك باختبار حد كان بيقول. في واحد كنا نعرفه في الخدمه، والراجل ده كانت الدنيا ملطشه معاه حبتين ثلاثه، ترقيته وقفت ومرتبه مش عارف مش ماشي قوي، فاهمه؟ والدنيا مش معاه. المهم يعني راح استلف فلوس من حد، ويمكن الحد ده كان مقتدر شويه. المهم الدنيا لسه ملطشه معاه، وبس بعد ما زنقته اتفكت سنه، ما كانش عايز يرجع له الفلوس. قال لك ده راجل مش محتاج ومش عايز ارجع له الفلوس. المهم راح كلم اب اعترافه، ووسط الكلام كان بيحكي له، فقال له انت ازاي ما رجعتش فلوس للراجل؟ قال له يا ابونا ما هو يعني مش محتاج. الراجل ده يعني عنده كتير قوي. قال له قوم رجع فلوس الراجل ده حالا. قال له قوم رجع فلوس الراجل ده حالا. بيقول فعلا اول لما اتعهدت اني هعمل كده، ما كانش لسه معاه، كان يمكن الدقيقه كانت جامده شويه، بس اول لما اتعهدت اني هعمل كده، بيقول لي لقيت ان الدنيا ابتدت تفتح. ورجعت لابونا قلت له ايه اللي حصل؟ قال له ابونا ايه اللي حصل؟ قال له وطريقتي اللي كانت واقفه ادلها كذا شهر لقيتها مشيت، مرتبي اللي كان واقف ابتدى ينزل، حاجات كنت عملتها من فتره كنت فاكر الناس نسيتها نزل البونص بتاعها. تغيير الفكر، تغيير الفكر، غير فكرك، غير الحاجه. هي دي التوبه. التوبه هي تغيير الفكر. وعلى فكره ايا كانت الخطيه
اللي عندي وعندك، عارف حتى لو لأبعد الحاجات، لو إن شاء الله بتخش على أماكن مش مظبوطة، أماكن مش صح، مواقع مش مظبوطة، مواقع مش مظبوطة. أعرف حد كان بيشارك بيقول كده إن أبوه الروحي قال له اسمه إيه ده؟ أبوه الروحي قال له لما تحس إن أنت هتتزحلق وهتقع وإيديك هتبتدي تروح على التليفون أو على الكمبيوتر أو على أي حاجة وتروح، اعمل إيه؟ قوم اتحرك. قال له قوم اتحرك، قال له أه قوم اتحرك. امشي. حط التليفون في جيبك وامشي. قول هنزل أروح في الحتة الفلانية. هعمل كذا، هروح في كذا. ايه ده؟ اعمل كده فعلا؟ قال له اه. قال له طب افرض مش عارف اتحرك من مكاني؟ قول له اجل. يعني سياسه التاجيل اللي هو ايه؟ طب مش دلوقتي، كمان شويه. طب إيه بعدين؟ طب لما ابقى ارجع البيت؟ طب إيه لا بقى بكره معلش. لا طب اجل، سياسه التاجيل. انت عارفه ان ابو الروح دوت حكيم جدا؟ عارفه ليه؟ ليه؟ لانه التدريب الروحي دوت هو طالع من الكتاب المقدس، موحى به من الكتاب المقدس في الموضوع ده بالذات. بيقولوا كده: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. لما تحس إن أنت هتقع قوم اهرب. ولكن طبقها له بطريقة عملية بسيطة. إحنا النهاردة بنتكلم ببساطة. كل حاجتنا ببساطة، بنتكلم ببساطة. التوبة هي تغيير اتجاهك. لو إن شاء الله بقع في أي خطأ هغير اتجاهي. هغير ازاي؟ ما هي حاجات صعبه ومتعبه ومش بقدر ومش بالساهل، ويمكن ناس سمعت ان ناس تعبت ما عرفتش تغير فخلت الموضوع ان اه لا ده يعني الموضوع صعب، لا سيبني بقى اتزحل. لا ما تتزحلقش، لا ما تتزحلقش، ليك ان انت تغير وليك ان انت تتغير. الولد دوت بعد كده شارك، قال لك الطريقه ديت خلتني ابطل تماما وما بقتش ارجع تاني، وما بقتش ارجع تاني. تمام. بيقول لك حد تاني بيقول لك انا جربت نفس الحكايه ولكن ما نفعتش معايا. قال له طب وعملت ايه في الموضوع دوت كده؟ قال له عملت ايه؟ يعني انا مش عارف اعمل ايه، انا حاسس ان كل مره يعني كده بقوم وبمشي وبعمل مش عارف، بلاقي نفسي برضو احيانا بنقع. قال له وانت قاعد لو حسيت ان الموضوع تقيل عليك ومش عارف تعدي صلي كده. انا هقرا لك بالظبط اللي قاله. قول انا بنعمه الله ممنوح عليا مش هقع. اطلب ده وانت مصدق، اطلب ده باسم يسوع صاحب السلطان المطلق، اطلب ده باسم يسوع صاحب السلطان المطلق. انا بنعمة الله الممنوح عليه مش هقع. وقوم اتحرك، اهرب اهرب اهرب. ما تقفش كده في مكانك وتقول لك انا اصلي لا ما انا ما هربش وانا مع ايه. الكتاب المقدس بيقول لك اهرب، الشهوات الشبابية اهرب منها، لان كده بيقول لك كده لانها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، وكل قتلها أقوياء. اهرب، ما تقفش فيها، ما تقفش فيها، اهرب وعدي. أوكي. تمام؟ تمام. يبقى أنا إيه؟ أنا بنعمة الله الممنوحة ليا مش هقع. كل خطية وليها تدريبها الروحي، وممكن جدا تناقش دوت مع أبوك الروحي أو أب اعترافك حسب اللي متابع معاك. أنا لسه كنت هقول لك أنا ممكن ما أقدرش أعرف ده لوحدي. تمام. كل خطية وليها تدريبها الروحي اللي نقدر نعدي بيه. جبت لك من كذب وشتيمة وحلفان لخطايا كبيرة جدا نقدر ان احنا نعدي، مفيش حاجة ما نقدرش نعديها. ولكن انا عايز نغير، انا عايز في توبة، انا عايز تغيير الدماغ، انا عايز لتمحى خطاياكم عشان يجي اوقات الفرج. توبوا وارجعوا لتأتي اوقات الفرج، توبوا وارجعوا عشان تأتي اوقات الفرج. انا معاك يا الله. يعني ايه حياة توبة؟ يعني انا معاك، انا ايدي في ايدك، انا في صفك، انا مصدق كلامك، انا يا رب وانت في ناحية والخطية في ناحية. خدي بالك من دي، انا يا رب وانت في ناحية والخطية في ناحية، انا معاك انت مش مع الخطية، انا ماسك فيك انت، انا مش ماسك في الخطية، انا ايدي يا رب هي ايدك، انا عيني هي عينك، انا جسدي هو جسدك. ألستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. أنا عيني هي عينك، أنا إيدي هي إيدك، أنا جسدي كله هو جسدك، أنا باخد منك، أنا معاك، أنا ليك، أنا ليك ولغيرك مش هكون، أنا ليك وبتاعك. أنا هتقول لي مين همشي معاك، أنا هتقول لي أقف أنا أقف معاك، أنا هتقول لي أتحرك أتحرك معاك، أنا معاك. دي الحياة، دي الحياة، هو ده اللي أنا عايز أقوله. أنا معاك، إحنا بقينا واحد، إحنا بقينا ممزوجين في بعض، أنا ممزوج فيك وإنت ممزوج فيا يا رب.
دي صلوات انا هصليها وتبقى دي حاجة حقائق، مالية قلبي، صح؟ دي حقائق طبعا، ودي حقائق ليكون الجميع واحد، كما انا وانت، كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحد فينا، ليكونوا هم ايضا واحد فينا، ليؤمن العالم انك ارسلتني، انا فيك، انا ممزوج فيك، انا بتاعك، انا ملكك، انا ايدي في ايدك، انا وانت في ناحيه والخطيه في ناحيه، اوكي، انا وانت في حته والخطيه في حته. انا حاساها مشجعه وحاسه انه دي حاجه تشجع اي حد بيسمعنا، ولو انا عملت كده ومش عارف افهم حتى ايه تغيير الاتجاه المختلف، انا ممكن ارجع لاب اعترافي او المرشد الروحي بتاعي. تمام. اوكي، وفي اغلب الاحيان على فكره هتبقى عارف، في اغلب، مش في كل، ولكن في اغلب الاحيان هتبقى عارف. لا انا قصدي ايه الطريق الجديد او ايه الطريقه. الفكره الجديده او ايه التدريب الروحي اللي انا محتاج اعمله تمام علشان اعدي. تمام طيب خليني اخد تليفون وارجع لك يا يوسف. معانا تليفون ابو فادي من مصر. الو، اوكي، مساء الخير. مساء النور، اتفضل حضرتك على الهوا. اولا بشكركم لأجل الموضوع اللي هو يعتبر بنقول عليه موضوع الساعه، يعني ده كان حقيقي. عندي سؤال وعندي تعليق، ابدا انهي؟ اللي رايح حضرتك اتفضل. سؤالي انا، اولا بيقولوا لما بتبقى الاسعار غاليه والدنيا صعبه ومش عارفه ايه وفي كده مشاكل في الحياه، بيقولوا ده غضب من ربنا، ده كان سؤالي. لكن كان عندي تعليق بالنسبه لارتفاع الاسعار والضغط النفسي اللي احنا بنمر بيه، بس برجع كده ورا كده 40 سنه، وفاكر انا لما اشتغلت في الساده كان جرام الذهب ب 12 جنيه، جرام الذهب عيار 21 كان ب 12 جنيه. لما وصل 12 جنيه عندنا في الساده قلنا خلاص هنبطل شغل، ان خلاص كده الذهب وصل 12 جنيه مفيش فايده، احنا هنقعد في بيوتنا ناكل الورش ونقف ونقعد الكلام ده. يعني انا عاوز اقول لكل حد، مهما امس واليوم اللي بتنط بتاع امبارح وبتاع النهارده هو ما بيغيرش، ده مش كلام وعظ، انا بقول لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي، بص شوف قد ايه انت مريت بامور صعبه جدا جدا اكتر من اللي انت بتمر بيها، ولو تفتكر لما اتحلت المشاكل انت اللي رجعت اخويا اللي بيشاهدنا دلوقتي وقلت لولا ايد ربنا انا ما كنتش خرجت من الازمه اللي انا فيها. الهنا مش بيقول يا ولاد قولوا للصديق شر، لا ده قولوا للصديق خير. انا لما اكون اسم انا رافع قلبي من تعلق بيه ونجيب، مش وعد، اتمسك بكلام ربنا، وديه كان سيدنا بابا قال كده، ربنا موجود في كل الظروف هو معانا. وارجو ان انا اسمع سؤال. شكرا، نشكر حضرتك جدا، المشاركة حقيقي مشجعة. يعني أبو فادي كان عنده سؤال بيقول إنه هل الغلا والضيقة والضغط اللي احنا بنعدي فيه ده غضب من ربنا؟ أنا هاخد من كلامه وأقول له قول للصديق خير يا أستاذ أبو فادي، لكن أنا ما أقدرش أقول أي إجابة في الحتة دي لأن أنا مش عندي إجابة الحتة دي. أوكي طيب تمام، خلينا أشاركك بقصة. أوكي، القصة بتقول كالآتي: كان في شاب ماشي في الخطية وبيروح الكنيسة في نفس الوقت. المهم بيقول في يوم من الأيام نمت وحلمت إني راكب مركب مع ناس وشويتين والدنيا غمقت وابتدت رعود وبروق ومطر وشوية وضلمت خالص بقى، والدنيا طبعا بقت يعني إيه سودة كحل. تمام، الموج ابتدى يعلى والمطر ابتدى يزيد والسفينة عمالة تتخبط، هما كانوا مسافرين من بلد لبلد تانية، ده اللي واضح يعني من الحلم، والسفينة فضلت تضرب من هنا ومن هنا ومن هنا لغاية لما السفينة كلها اتكسرت. بيقول كده وقعت في بحر، في عرض البحر، وابتديت الاقي اي جذع خشب او اي حاجة اسند عليه علشان اعرف اطلع على البر بسرعة. بيحكي بيقول انا من كتر ما انا كنت حاسس ان دوت حقيقي مش حلم، كنت مش عارف يعني، حاسس ان نظام السلك كان مبلول معايا. المهم كان بيقول بجهد كبير جدا فضلت اعوم ويعمني واعمل بايدي كده وعلى الجذع لغايه لما كان في جزيره قريبه، قربت من يعني كان الموج عالي قوي والدنيا عالي قوي، لغايه اقرب صخره واستخبيت من وراها، لان طبعا كان الهواء جامد جدا ومطر جامد جدا والدنيا كانت على اخرها. وبيقول بعد ما انا فضلت ماسك في الصخره شويه لمحت حاجه غريبه جدا عماله تيجي من الجزيره. ايه؟ بيقول لي لمحت ان في شياطين بتيجي من الجزيره وعماله تسحب الناس اللي عملوا زيي ونجيوا، وكل شيطان جاي من الجزيره معاه طوق حديد بسلسله شكلهم مرعب جدا،
بيروح جاي مكلبش الناس وسحبه على الجزيرة. طبعا الناس اللي ابتدى يصرخ واللي ابتدى يعيط واللي ابتدى يزعق واللي 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 وموقف صعب جدا. بيقول كان في واحد قريب مني شويتين سمعته بيزعق بصوت عالي بيقول له انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ وانتوا عاملين كده اللي هنا فينا ليه؟ بيقول استغربت لما لقيت ان الشيطان رد عليه، واستغربت لاجابه الشيطان اللي رد عليه ده جدا. خلينا اقرا لك بالظبط. الشيطان رد عليه وبيقول له كده: طول ما انت على الارض وانا كل حاجه بقولها لك بتسمع الكلام فيها وتقول حاضر. بقول لك بص على المنظر النجس ده بتقول حاضر. بقول لك اكذب بتسمع الكلام وبتكذب. بقول لك اعمل كذا فتعمل كذا. وكل حاجه بقولها لك بتعملها. جاي دلوقتي وبتقول لي لا. وراح حاطط في رقبته طوق الحديد وجرب السلسله على الجزيره. بيقول انا شفت الموقف دوت وترعبت، وبعدين بصيت مره واحده سمعت انفجار في الجزيره جوه جامد، فببص مره واحده لقيت في نار رهيبه في اخر الجزيره، في اخر الجزيره اللي كانوا الشياطين بياخدوا فيها الناس. بيقول انا رحت اتنطرت من السرير وقمت صحي من الحلم، صحيت من الحلم من كتر الرعب اللي انا كنت فيه. صحيت مرعب. وكانت دي بدايه توبتي وحياه التوبه مع الله، لان فهمت فكره. خد بالك من الفكره دي، اللي بقول له حاضر هنا هو اللي انت هتقول له حاضر هناك غصب عنك مش بمزاجك كمان، واللي هتقول له انك هتمشي وراه هنا هتمشي وراه هناك، واللي هتعيش معاه هنا هتعيش معاه هناك. خد بالك من الفكره دي، الفكره دي يعني انا نفسي لما قريت القصه يعني مرعبه. خد بالك، اللي بتسمع كلامه هنا هتسمع كلامه هناك، واللي بتمشي وراه هنا هتمشي وراه هناك، مالكش حل تاني. اللي هتعيش معاه هنا هتعيش معاه هناك. فربنا طبعا يحافظ علينا كلنا ويوصلنا لبيتنا السماوي بكل سلام. ولكن هو ده مغزى الحكاية، ركز في الحتة دي. اللي هتمشي وراه هنا هتكمل وراه هناك. تمام؟ تمام. طيب الحرم يخد يا يوسف الحقيقة، يعني يخوف حقيقي يعني. طيب اللي همشي وراه هنا همشي وراه هناك. أيوة. طيب أنا دلوقتي توبت و قلت ربنا أنا عايز أرجع وعايز أبطل الخطية ديت، وهبتدي أشوف أب اعترافي أو المرشد الروحي بتاعي اللي هقعد معه علشان أخد تدريبات. بس انت في اول حلقة قلت لنا في حاجة اسمها حياة التوبة. تمام. اعتقد دي صلاة هصليها. الحياة بقى دي تمام هعيشها ازاي؟ اول حاجة اني ارجع لله واتوب عن اللي فات، واخد جزء من الصلاة علشان ابتدي حياة التوبة اللي انا عايزها واللي انا نفسي اعيشها. انا شفت وسمعت ان اللي بسمع كلامه هنا بكمل هناك. جه الوقت ان انا ارجع. لو حاسس ان الدنيا بعيده ابتدي كده كلم الله، كلم الله دلوقتي قول له يا رب انا راجع لك وبعلنك ملك وسيد على حياتي، بسلمك عمري اللي جاي كله لان عايز اكمل معاك، مش عايز اكمل زي ما كنت، وبتوب عن عمري اللي فات لاني ما كانش معاك وما كنتش امين كفايه ان احافظ على نفسي واحافظ على هيكلي طاهر امامك. بتوب عن كل خطيه وبتوب عن كل شر، بتوب عن كل حاجه انا كنت عملتها، وعايز ابتدي معاك من جديد. اتكلم بكلامك، اتكلم انت طلع الكلام من عندك، انت تتكلم، قول بكلامك انت، قول له رب انا بتوب عن كذا وبتوب عن كذا وبتوب. لو مش عارف تتكلم حتى وحاسس ان الدنيا صعبه، الكنيسه بتعلمنا كده في مزمور 51 بتقول لي ارحمني يا الله عظيم رحمتك ومثل كثره رأفتك، اللي هو بنقوله في كل ساعه، في مقدمه كل ساعه. طبعا احنا عارفينه. قوله ولكن اقراه واعني كل كلمه. يعني انا اسف في اللفظ ما تكرهوش. اقراه. صلي. صلي. صلي كل كلمة، صلي كل كلمة، صلي كل كلمة. وهو الله هيتعامل، وهو الله هيتكلم معاك، وزي ما كان قال لك أنا مستنيك، أنا مستني إنك تقول لي عشان أمحو كغيم ذنوبك، أنا مستنيك عشان أديك قلب جديد، أنا مستنيك علشان تكون ليك فرحة وبهجة أبدية مكملة معاك، ابتداءً من هنا في الأرض لغاية لما تكمل معايا فوق، أنا مستنيك. ولكن جه الوقت إن أنا وأنت نرجع، نرجع، نرجع تاني. أرد بقى على سؤالك بتاع التوبة، إزاي أعيش حياة التوبة؟ طيب
خليني أسمع الإجابة منك، بس بعد ما نطلع نسمع ترنيمة ونرجع تاني. تعال نطلع نسمع ترنيمة ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لكم وبنكمل حلقتنا. أرجع لك بقى يوسف، وبعد ما غيرنا الاتجاه وصلينا وتوبنا عن الحاجات اللي احنا كنا عايزين نعملها، ازاي بقى اعيش حياة التوبة دي وانا برجع لحياتي؟ يعني انا برجع لنفس الحتت اللي كانت بتتعبني، برجع لنفس نقط الضعف، برجع لنفس البني ادمين اللي كانوا ساعات بيوقعوني في الغلط. ازاي في وسط ده بقى اعرف اعيش حياة التوبة دي؟ سمعت كلمة عجبتني، كان حد بيقولها وبيقول كالآتي: التوبة حياة والحياة توبة. التوبة حياة والحياة توبة. يعني إيه التوبة حياة؟ يعني التوبة هي حياة مستمرة. يعني أنا مش ببقى يوم مع ربنا ويوم برجع للعالم، مش ببقى يوم كويس ويوم مش كويس، ببقى أسبوع كده وأسبوع كده. مش زي ما الناس بتهزر وبتقول سعى لقلبك وسعى لربك وحاجات اللي هي الغريبة دي، لا، هي حياة توبة. أنا عايش حياة كده، أنا مستمر كده، أنا مكمل كده. يعني القرار اللي أنا خدته إنه أرجع لربنا ما أرجعش فيه. تمام، هو ده اللي عايز أقوله. وعايز أقول لك كمان بقية الآية اللي فوق اللي إحنا كنا لسه قايلينها، اللي هي ثواني أنا آسف، اللي هي: أما الشهوات الشبابية فأهرب منها وأتبع البر والإيمان، تكملتها، وأتبع البر والإيمان والمحبة والسلام فين؟ مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. يعني أنا مش لما أسيب دوت، يعني مش أهرب من الخطايا دي وأهرب من الحاجات دي أكمل مع نفس الناس، لا، اتبع البر والإيمان والمحبة مع مين؟ مع الذين يدعون الله بقلب نقي. يعني لو شايف إن المجتمع اللي أنا فيه أو أصدقائي اللي أنا فيها أو الشلة اللي أنا فيها الدنيا عندهم سايبة على الآخر، أشجعك جدا إنك ما ترجعش تاني. لأنك عارف زي ما يكون عندك دور برد ورحت المكان الناس اللي فيه كلهم عندهم دور برد، طب ما انت هتتعدي تاني. يعني انت حتى لو خفيت هتتعدي. انت عايز نسيب اصحابي يا يوسف؟ انا عايزك تغير الاتجاه، عايزك تغير المفهوم، عايزك تغير اللي فات. لو انت عايز تأتي اوقات الفرج من وجه الرب، لو انت عايز ان بكره ما يبقاش زي النهارده وزي امبارح، ده في ايدك انت اللي تغيره. ده في ايدك انت اللي تغيره، انت اللي تقدر ان انت تعمله. مش فكرة عايزك تسيب أصحابك، أنا مش عايزك تسيب أصحابك، أنا عايزك تسيب اللي بيتعبك، أنا عايزك تسيب اللي بيمرضك، أنا عايزك تسيب اللي، يعني أنا آسف، اللي مكلبشك وجايبك لورا. ده اللي أنا عايزك تسيبه لمصلحتك، مش في أشخاص بعينها، مش في حاجة بعينها، ولكن هو معروف كده. حتى لو يعني زي ما جبت لك بمثل بسيط، لو أنا عندي دور برد أو لو أنا خفيت من دور برد ورحت مع ناس عندها دور برد، مش هتعدي؟ هتعدي طبعا. طب ما يعني، طب أعمل إيه؟ ما أنا مش عايز أتعدي، أنا عايز أبقى كويس، عايز أبقى سليم، عايز أبقى إنسان منطلق. عايز تأتي أوقات الفرج من عند الرب، طب هتيجي إزاي؟ ما أنا لازم إن أنا ما أقعدش في نفس المكان الموبوء اللي فيه ناس مرضى واللي فيه ناس تعبانة. اتبع الإيمان والبر والمحبة مع مين؟ مع الذين يدعون الله بقلب نقي. صلي والله، قول لرب ابعت لي اماكن جديده، ابعت لي ناس جديده، ابعت لي ناس من عندك، ابعت لي يا رب ناس تدعوك بقلب نقي، ابعت لي ناس تبقى زيك، ابقى معاهم، اقدر اني اكمل معاهم. ارجع معاكي لحته حياه التوبه. حياه التوبه كده بيقول لك ان انا اعيش حياه جديده، حياه توبه. ايه ده؟ يعني ايه حياه توبه؟ يعني انا مكمل في سكه مع الله، انا والله مع بعض في نفس السكه، انا والله في سكه والخطيه والشر في سكه تاني، انا والله مع بعض في حته تانيه. بيقول لك كده: فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبه للحياه. حياه التوبه كده للحياه، ممكن نفهمها ان التوبه توبه للحياه المفرحه اللي ما فيهاش تانيب ضمير وتعب، اللي فيها وعود الله بالخير ليا وعلى حياتي. دي حياه التوبه، دي اللي بشجع نفسي وبشجعك نعيشها، دي اللي احنا عايزين نقدر نفضل قاعدين فيها. ما ترجعش الاماكن المتعبه ليك، ما ترجعش الاماكن الموبوءه. ما انا لو خفيت هرجع اتعدي تاني، ويبقى تفضل شغال في نفس الدايره، شغال في نفس الدايره. طب ده حقيقي اللي بنعاني منه. وبعدين خليني اشاركك باختبار
هيوري لك حياه التوبه بتعمل ايه. اوكي. زوجها بتحكي بتقول في بدايه حياتنا الزوجيه كانت ظروفنا الماديه صعبه حبتين، وكان بيبقى عندنا احتياجات كتير ومش كلها بتتسدد، والفلوس اللي كانت بتيجي كانت على القد قوي، وساعات ما كانتش كمان بتكمل. تمام كده. وفات اخت جوزي بدات تقول لنا طب ما تيجوا معانا اجتماع في الكنيسه، فيعني كان الموضوع مش يعني مش ماشي قوي، ولكن يعني رحنا مره بعد كده اتشجعنا كده، رحنا تاني مره وفوتنا مره ورجعنا كملنا تاني. تقوله لكن بعديها بشويتين حسينا كده ان احنا نبتدي ننتظم. بتقول ابتديت انتظم انا وجوزي الاجتماع دوت، وحبينا ان احنا نحضر الاجتماع ده. يبقى الاول كنت باخد خطوه وارجع، وخطوتين وارجع، وثلاث خطوات، اربع خطوات، خمس خطوات، لغايه لما ابتديت احب الموضوع، ابتديت احب ان احضر في الاجتماع في الكنيسه، ابتديت احب ابقى موجوده هناك، وابتديت انتظم هناك. بتقول بعد ما ابتدينا ننتظم وبعد ما ابتدينا ان احنا نمشي في الخطوات بتاعه الاجتماع ده، بتقول كده بدانا نعرف ربنا، وبعده بدا ربنا يفتح على جوزي في الشغل. جوزي شاب الشركه وراح لشركه تانية اكبر، يعني هو كان شغال في مكان سابه وراح لمكان اكبر بكتير، وجاله مرتب احسن بكتير، وجاله كمان كانه زي شغل اضافي كمان من بره. فابتدى ان الدنيا اللي كانت مزنقه وكانت كده اتغيرت. ايه اللي حصل عندهم؟ في رجوع الى الله، في رجوع. انا رجعت، انا كنت ماشي لوحدي وماشي باسلوبي وماشي بتفكيري وماشي اني هدبر اموري بالاسلوب بتاعتي، واخش الجمعيات ديت واخش كذا، وهحاول وهحاول وهحاول، ومع ذلك معصور، ومع ذلك متضايق، ومع ذلك اول حاجه لما بتغلى سنه صغيره بتعب وبتضايق، وببقى يعني في 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 مرار وضيق، وكلنا جربناه المرار والضيق ده. ولكن في طريق جديد، في حاجه جديده. توبوا وارجعوا فتاتي اوقات الفرج، توبوا وارجعوا فتاتي اوقات الفرج. لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. يعني نفسي النهارده ان انت ترجع تاني. توبوا، يعني ايه توبوا؟ غير تفكيرك، غير اللي عندك، غير اللي انت شايفه، غير الاسلوب القديم اللي انت ماشي بيه. بيقول لك كده وتجددوا بروح ذهنكم. غير، غير. يعني قصدك التغيير دوت انه كمان يوصل، انا بحاول افهم بس انت قلت ايه، يوصل للمستوى العملي انه مثلا ابتدي انتظم على اجتماع في الكنيسه انا رحته مثلا واتباركت بيه، ابتدي اقعد في وسط ناس مثلا يعرفوا ربنا، فتبتدي ديت التغيير المطلوب، فده يبدا يخليني ابقى عارف ابقى مع ربنا ومعرف ومرجعش بسهوله لنقط الضعف اللي انا كنت فيها. تمام. جدد 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 فكرك، جدد علاقاتك، جدد اللي كنت فيه قبل كده. جه الوقت توبوا وارجعوا، غير فكرك، غير اتجاه، غير اللي انت كنت ماشي فيه عشان تقدر كده تعمل. بيقول لك وتجددوا بروح ذهنكم. يعني ايه تجددوا بروح ذهنكم؟ يعني ان انت تجدد اللي انت كنت ماشي فيه. يعني مثلا 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 هجيب لك مثلا، كنا زمان بتبص الفلوس ان هي ديت اهم حاجه، وهي دي الاساس وكل حاجه، ولو ان فعليا لو بصيت للفلوس تلاقي ان الفلوس هي وسيله علشان توصل بيها الحاجه. يعني الفلوس هي الوسيله مثلا تجيب لك اكل، الفلوس اللي هي الوسيله ان هي مثلا توصلك لحته الفلانيه، الفلوس هي وسيله لكن الفلوس مش هي الهدف، مش هي النهايه. كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده، لسه كنت هقول لك احنا اتكلمنا في الموضوع ده باكثر تفصيلا في حلقه قبل كده. تمام تمام. فالفلوس تعتبر وسيله، فلما دماغك تتجدد فكرك انه بدل ما الفلوس هي هدفي، الفلوس هي وسيله لاني احصل على هدفي. هدفي ان انا ايه؟ هدفي ان انا ابقى شبعان، هدفي ان ابقى راحت بالي، هدفي ان بيتي يبقى كويس، هدفي ان ولادي يبقوا كويسين سلام، مش مرضى، مش محتاجين حاجه، يعني فاهمه؟ فاذا كده الفلوس رجعت لمكانها الطبيعي ان هي بقت وسيله. ده جه ازاي؟ لما تجدد ذهني. بدل ما انا شايف الفلوس هدف وعمال اجري عليها، لا. تمام؟ هجيب لك مثل تاني بسيط. مثل تاني، لو ربنا كرم عليا مثلا وفتح عليا وجبت عربيه. تمام؟ العربية دي انت هتقلها يعني هتفضل قاعد فيها ليل ونهار، هتبات وتنام وتعيش فيها؟ لا طبعا. لا، العربية هي وسيلة انتقال ليك. هي مش النهاية. فانت بتعمل ايه؟ انت بتهتم بيها، بما يعني بتعمل لها صيانتها، بتاخد بالها منها لو محتاجة عشان ما تقفش بيك في السكة، ولكن هي مش بتسيب الدنيا عليها، مش بتسيب مراتك وولادك وبيتك وكل عشان تقعد في العربية. او مثلا لو ما كنتش لسه متجوز مش بتسيب اصحابك وكل حاجه عشان تقعد مع العربيه. فالعربيه وسيله، الحاجه دي وسيله، الاكل وسيله،
وسيله عشان اعيش. يعني انت بتاكل عشان تعيش. لو اكلت اكتر من لازم يجي لك مرض، لو ما اكلتش خالص لا قدر الله تموت من الجوع. فالاكل هو وسيله. ده كله بيحصل ازاي؟ ده بيحصل لما انت ذهنك يتجدد، ده بيحصل لما انت تحس من جواك انا في فكر جديد، في حاجه جديده. انا مش هفضل اكل كل يوم، مش اجيب ديك روم اكله كل يوم، مش هتقدر تاكل ديك روم كل يوم، مش هتقدر تاكل كل ده كل يوم، يجي لك تخمه تمرض. ليه؟ لان انت حطيت الاكل في مكان مش في مكانه، حطيت الفلوس في مكان مش في مكانها، حطيت الحاجه يعني خليتها هدف ما خليتهاش وسيله. وتقدر تطبقه انت بعد كده على حياتك بالشكل اللي انت شايفه. يعني فاهم قصدي؟ لما تحط كل حاجه في مكانها يبقى عندك تجديد لذهنك، تلاقي ان الحاجه بقت في مكانها نافعه ليك. طيب خليني اسالك سؤال، ازاي اعرف اوصل لده؟ يعني ساعات مش بتبقى عندي الترجمه اللي انت قلتها دلوقتي، فاهم قصدي؟ يعني مش ببقى عارف طب هو فين الغلط دلوقتي اللي انا محتاجه اغيره، او ايه التفكير مثلا الغلط اللي انا بغيره دلوقتي اللي معطلني مثلا اني اتغير علشان اخد الفرج. تمام، هقول لك اختبار لخادمه كانت بتشاركنا بيه. بتقول كالاتي، انا في خدمتي في الكنيسه بتحرك وبروح وباجي وكده، ولكن كان في خادمه معايا في الكنيسه، بص يعني انا بحب ربنا وبحب كل خدامه، بس الاخت دي انا ما كنتش يعني ما كانش في عمر بيني وبينها خالص، وكنت متضايقه منها جدا ومتضايقه من كل تصرفاتها، ومش عارفه ليه عيني عليها وعلى تصرفاتها. المهم يعني فبس بتقول، وانا بقرا كده في قراءاتي اليوميه في الكتاب المقدس لقيت كده الايه دي جات لي. خليني اقول لك الايه بالظبط اللي جات لي. ثم نسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبه من اجل عملهم. وحاسه من جوايا ان الايه ديت جايه للموضوع ده، للخادمه اللي معايا في الكنيسه البنت دي. وانا يا رب لا يعني ما يعني لا انا اصلا مش عارفه ابلعها. انا الدنيا مش ماشيه معايا اصلا، ولكن حاسه بكده. فالخادمه دي قالت له بص يا رب، اللي انت بتقوله انا بثق فيه، وانا مش هكمل بدماغي ومش هكمل بالشوفه اللي انا شايفاها، ولكن هشوف باللي انت قلته. انا هشوف ان انت قايل شاهد عليهم او شاهد عليها ان هي بتتعب وبتدبر وبتعمل انذارات لينا وبتاخد بالنا وبتقول لي خد بالك منها، انا همشي معاك. غيرت تفكير. ايه اللي حصل؟ بتقول كده، خليني اقول لك بالظبط. بتقول كده انا تبت قدام ربنا لاني كنت بتضايق جدا منها، قلت يا رب انا بتوب قدامك، انا مش هعمل كده تاني. تغيير اهو. والرجوع بتقول من ساعتها ابتديت ان انا ابص واشوف الخدمات الكتيرة اللي هي شايلها، والمواقف الصعبة جدا اللي بتتحط بيها علشان الترتيبات والتنظيمات. على فكرة الترتيبات والتنظيمات دي موضوع صعب قوي. يعني اللي يخش جواه يعرف انه يعني صعب قوي، ولو كان خادم بجد بيتعب. وتقول فضلت اشوف كل اللي بتعمله، بقيت اشوف كل الضغوط اللي عليها وكل الحاجات اللي عليها، لدرجة اني بدل ما كنت بتضايق منها بقيت بباركها. بدل ما كنت بتضايق منها وكنت في اول موضوع مش طايقاه اني اسمع حاجه عنها، وي 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 بيت بباركها. ايه ده؟ ايه التغيير ده كله؟ بتغير. ايه اللي حصل؟ كلمه الله جت غيرت، جت عملت تغيير، جت عملت شقلبه، جت غيرت الدنيا كلها. بدل ما انا ماشي كده، توبوا وارجعوا. فالدنيا لفت ورجعت، جددت الدنيا، الذهن اتجدد. طبعا اول سؤال هتسالهوني ازاي ذهني يتجدد؟ لا كنت عايزه بس اعلق على ده الاول، انه حتى لو انا مش عارف فين الحته اللي انا اتغير منها، ولو المرشد الروحي بتاعي ما قاليش مثلا، او انا مثلا ما اتكلمتش معاه وقال لي، بس ربنا امين عليا انه في قراياتي اليوميه بيرشدني للحاجه ولطريقه التفكير المختلفه اللي المفروض افكر بيها. تمام. فأنا يعني معجبه يعني بالله. ما هو انا واخد، بص ده امتى بيحصل؟ لما انا ابقى جاهز للتوبه، لما ابقى انا جاهز لسمع الكلام، لما ابقى انا جاهز لان اقول لله وجهني كما تريد. انا رجعت لله وهو السيد على حياتي، وهو اللي بيقود دفه حياتي، وانا جاهز اني اسمع، فاذا الله يتكلم.
طيب يعني خليني اقولها لك بطريقه بسيطه وقولي كده صح ولا غلط. يعني لو انا حقيقي توبه جوه قلبي وانا عاوز اغير اتجاهي وعاوز ابطل الحاجه الغلط اللي انا بعملها واخدت القرار ده ما شيلش هم. ايوه ما تشيلش الهم لان هو يعتني بيك، هو واخد باله منك، هو بقى هيعرف يبعت لي ازاي اعرف اعيش حياه التوبه دي، سواء بقى عن طريق اب اعتراف، عن طريق مرشد روحي، عن طريق اجتماع خيرت في الكنيسه هحضره زي الاختبار اللي حكيته من شويه، عن طريق قراياتي في الكتاب المقدس بتغيير فكره كانت اعتقد راسخه. يعني انا مقدره جدا البنات لما بيبقى حد متضايق من حد علشان يغير طريقه تفكيره فيه ويبقى بيشوفه حد كويس بدل وحش، دي حاجه محتاجه يعني بتباركها زاويه مختلفه، يعني من حد انا متضايق منه لحد انا بباركه، من حد انا متضايق منه لحد انا بباركه 180 درجه اتقلبت. لما ابقى جاهز اني اسمع الله يقول، لان الله بيقول كتير بس يمكن انا اللي مش بسمع. اوكي طيب خليني ارجع بقى لتجديد الذهن. ازاي بقى الذهن يجدد؟ الذهن يجدد في قرايتك في الكتاب المقدس. اقرا في الكتاب المقدس كل يوم، اقرا فيه وخد وقت واقرا فيه، واقراه يعني انا اسف اقراه بتمعن، افهمه يعني اقرا كلمه كلمه، ما تجريش، يعني ما يبقاش واجب وراك عايز تخلصه، يعني مش عشان احط صليب في النوتة الروحية لكن اقرا بالراحة وانا عايز اسمع ربنا بيقول لي ايه النهاردة. بتسمع عن ناس كتير في العالم يقول لك انا حياتي اتغيرت كلها على بعضها لما قريت الكتاب الفلاني في الاعمال، او لما قريت الكتاب الفلاني في الاستثمار، استثمرت وبقيت مش عارف مين، او في البيزنس او في كذا. عندك في ايدك معاك كتاب الحياة الأبدية كلها لكل حاجة. بص احنا كلنا كمصريين عندنا مشكلة، مشكلة دي عندنا كلنا ايه؟ عندك الأهرامات شفتها؟ أعرف ناس ما راحت لهاش ولا شافتها، ويمكن ما راحهاش غير يمكن مع زيارة المدرسة اللي هي من سنين وسنين. نفس الفكرة، كتابك المقدس معاك؟ كتابي المقدس معاك. طب بتفتحه؟ لا. طب على تليفونك؟ بتفتحه؟ لا. طب هنا؟ بتفتحه؟ لا. اقرا فيه، اقرا فيه، في خير كتير ليك، في خير كتير ليك، في خير في كل المجالات، في خير في كل المجالات. طب على فكره عايز اقول لك حاجه، انا كل الحلقات اللي اتكلمت فيها قبل كده ازاي تاخد خير مادي حقيقي بطرق عمليه وطرق فعليه كلها جايه من الكتاب المقدس. ده حقيقي كلها، ده كان كلها بيبقى مواقف كتابيه وبنقعد نطبق عليها. هقول لك مثلا، كن امين، انك تبقى انسان امين. الرجل الامين كثير البركات في الواقع العملي. لما تبقى انسان امين صاحب المكان اللي انت شغال فيه هيقربك وهيدي لك مسؤوليات اكتر وهيرقيك وهيبقى يدي لك ان انت يبقى تترقى وتاخد بالتالي دخل اكبر ومكانه اكبر. كن امين. لو مثلا انت صاحب عمل، كنا اتكلمنا في مره ازاي الدنيا تبقى معاك اكتر، يقول لك كده اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم لانه بنفس الكلى ذبيه تكلون يكل لكم. يعني ايه؟ هجيبها لك في مثل بسيط جدا. انا رحت اشتري من راجل في فاتح محل صغير بتاع خضار وفاكهه. لما بروح له بقول مثلا عايز 2 كيلو كذا ايا كان بقى، تمام؟ بقول 2 كيلو واديني كمان، يعني مثلا لو جبت موز 2 كيلو واديني كمان صباع ولا 2 موز. ايه ده؟ طب مش ال 2 كيلو؟ بس انا بدي اترك كمان زياده. ايه ده؟ الله، طب ده انا هاجي لك على طول كل مره. نفس الفكره، لو انا بعمل شغلي بامانه وبديله حقه وبديله حاجته، طب ما انا هطلبك تيجي تاني وهقول لكل اللي اعرفهم تعالى تاني اشتغلوا مع فلان لان فلان دوت امين وبيدي شغله حقه. كل كلمه الله كاتبها في كتاب مقدس هي ليك، هي لفايدتك. بيقول لك انك تبقى انسان مجتهد، اما يد المجتهدين فتغنى، افكار المجتهدين انما هي للخصب. رايت رجلا مجتهدا في عمله امام الملوك يقف. ايه ده؟ يعني انت لازم تبقى مجتهد في شغلك، مش تبقى انت بتعمل مجهود. وكنا اتكلمنا في حلقه عن موضوع الفرق بين الاجتهاد والمجهود. الاجتهاد ان انا بطور من نفسي، بجيب افكار خارج الصندوق بعمل بيها الاجتهاد، اما المجهود فهو ان انا بعمل مجهود كتير ولكن يمكن مش بطور. فهو ده كل حاجه نفع في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نافع ليك جدا، الكتاب المقدس نافع ليك جدا. الجميل كمان انه مش مفصول عن حياتنا ومشاكلنا بتاعت دلوقتي، فاي مشكله انا هواجهها اكيد في الكتاب المقدس هلاقي لها حل، ليها حل. ما تقولش مش هلاقي حل للشغل، لا في حل للشغل. ما تقولش مش هلاقي حل للعلاقات، لا في حل للعلاقات. ما تقولش مش هلاقي حل لكذا، كل حاجه
انت محتاجها هتلاقيها في الكتاب المقدس، ولكن وانت بتقرا صلي وقول له يا روح الله افتح عيني اني اقرا وافهم واخد منك. هو عايز، هو عايزك، هو عايزك، هو عايزك. هو جاي النهارده بعت لك الرساله دي بيقول لك ايه؟ توبوا وارجعوا. ليه؟ عشان حاسس بيك لتاتي اوقات الفرج. من وكل الله. امين. احنا بنشكرك جدا يوسف لوجودك معانا النهارده، واكيد هنكون بنتقابل في حلقات جايه. شكرا لك. عرفنا النهارده انه لو في دقيقه، لو انا تعبان ومضغوط ومش قادر استحمل الضغط ده ومش شايف نهايه لبكره، ربنا بعت لنا النهارده باب الفرج، وهو التوبه. التوبه اني اغير اتجاهي، اني ارجع لربنا واقول له انا عايز اعيش معاك وما اخافش من بكره، لانه هو هيضمن بكره. ربنا معاكم.